السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، شرطي متورط في ملف الكولونيل نور الدين العطور فار من العدالة بحسب المعلومات، ويتواجد خارج أرض الوطن. معلومات إخواني أخواتي جديدة بخصوص في إطار مواكبتنا الملف ديال الكولونيل نور الدين العطور الله يوليه برحمة الله. هذا الملف اليوم من بعد يوم وساعة من بعد ساعة كتظهر يعني مستجدات جديدة ومستجدات لمهمة. وفي إطار مواكبتنا الملف، فمستجد جديد إخواني أخواتي يتعلق بمعلومات منتشرة بخصوص تورط رجل أمن شرطي كان بصحبة الكولونيل، وبحسب هذه المعلومات هو يعني من دخل في مشاجرة مع الكولونيل، له علاقة بهذا الملف، ذكر في أحد التسجيلات أو المكالمات الهاتفية أو التسجيلات التي تم تفريغها وتسليمها لقاضي التحقيق. هذا الشرطي بحسب بعض المعلومات كتفيد بأنه من بعد إدراكه بأن القضاء أو العدالة ربما قد تصل إليه، ففر هاربا عن طريق عبر الحسيمة إلى خارج أرض الوطن، ربما بنسب كبيرة إلى إسبانيا. فمعلومات جديدة إخواني أخواتي غادي نطرقوا ليها في هذا الفيديو في إطار مواكبتنا، وأيضا باش أننا يعني ما نضيعوش الحلقات يعني المكملة للمسار اللي احنا راسمينه بخصوص يعني تاريخ او لا اليوم الاخير من حياة الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، الاحداث التي صادفها في هذاك اليوم، المتورطون المحتملون في هذا الملف من خلال يعني تركيبنا لكل المعلومات اللي كانت توصلوا بها. ففي هذاك المسار يعني كان عندنا فعلا بأنه كان واحد الرفيق متواجد مع الكولونيل وأيضا دخل معاه في مشاجرة. واش هذا الرفيق فعلا هو نفسه هذا الشرطي المذكور في هذه التسجيلات التي تم تفريغها وتسليمها لقاضي التحقيق؟ هذه التسجيلات اللي فيها الزوجة تقول بفم مليان لابنتها ابتسام بأن وتتحدث بالضبط على هذا الشرطي وكتقول بأن ما عندها ما تدير ليه، وانه يعني ما عندها علاش يعني تفتحوا، وما عندوش شي علاقه على الرغم من انه هو اللي ضرب الكولونيل بحسب هذه المعلومات. لكن اكيد تسجيلات فيها امور اخرى اوضح، فسريه الابحاث خروج هذه التسريبات كلها امور اللي اكيد كتتماشى، واي واحد يعني متبع الملف ومتبع المسار وعارف بأن هنالك رفيق كنا طرحنا عليه بخصوص التساؤلات، هنالك أيضا أشخاص تكلمنا عليهم قلت لكم بأنهم غادروا أرض الوطن هذه مدة، وقلت بأن قاضي التحقيق غادي يدير مذكرة بحث دولية. أكيد هذا الأمر هذا غادي يتخاذ في حالة يعني لأن هذه المعلومات المرتبطة بهذا الشرطي إذا ما اعتبرناها يعني معلومات مؤكدة أكيد إجراء مذكرة بحث، هذا أمر اللي ضروري وإجراء اللي ضروري. كنظن أنه لا يحتاج وضع ملتمسات من طرف ابتسام والأستاذة زينب الخيار. ففي منتصف إخواني أخواتي حديثنا حول هذه النقطة المتعلقة كيف ما قلت والتي تشكل يعني واحد نقطة وصل بيننا وبين المسار اللي احنا رسمناه واللي اللي متحدد بالضبط في 24 ساعة الأخيرة من حياة الفقيد. فنجدد يعني المطالب ديالنا بتحقيق العدالة لروحه، وأيضا نجدد دعمنا للمطالبة بالحق المدني ابتسام ابنته وللمحامية زينب الخيار ولقاضي التحقيق الذي ينعكف على حل كل يعني طلاسيم هاد القضية وهاد الملف. فإخواني أخواتي هاد المسألة هذه كتماشى وكتوافق وكتوازى بطبيعة الحال أي واحد يعني متبع وأي وحدة متبعة الملف، فأكيد كيعرف بأننا طرحنا تساؤلات بخصوص الرفيق اللي كان مع الكولونيل، وأيضا تحدثنا على هروب بعض الأشخاص المتورطين خارج أرض الوطن. فالآن وردات هذه المعلومات
هذه المعلومات التي تفيد بأن تسجيل جمع ما بين زوجة الكولونيل وبنتها ابتسام. هذا التسجيل فيه كلام صريح ومباشر حسب هذه الأنباء. هذا الكلام تتقول فيه الزوجة لبنتها بأنها ما عندها علاش تفتح هذا الشرطي أو للبوليسي أو للأمني. طبيعة الحال بحسب هذه المعلومات المنتشرة، فهذا الشرطي يتضح أنه هو نفسه ربما الشخص اللي دخل في مشاجرة مع الكولونيل، واللي كانت المعلومات يعني خرجت بخصوص أنه بقى في المستشفى. واش هو يا ترى؟ واش له يد؟ واش هو انتقم من بعد ما مشى المستشفى ديال مولاي عبد الله اللي كان يعني بباب الخميس بمدينة سالة وماشي مستشفى مولاي عبد الله الجديد، أو أنه يعني ماشي هو ولا علاقة له، ولكن ورد في هذيك 24 ساعة الأخيرة ويتكتم على بعض الأمور اللي مرتبطة بهذيك المشاجرة دياله مع الكولونيل. يعني هذا الشخص أكيد بقوة القانون قد التحقيق غادي يجيبه، لأنه أكيد عنصر مهم. هذا الشيء كامل مرتبط بهذه المعلومات إخواني أخواتي المنتشرة بخصوص هذا الشرطي الذي يعني فجرت بخصوص هذه المعلومات، واللي أكيد أن هذه الشبكة فيها فئات أخرى مش بالضبط يعني رجال الأمن، ولا علاقة لرجل الأمن يعني في المعنى المطلق. رجل الأمن هو رتبة، هو مكانة، هو هيبة، هو عدة أشياء، لكن احنا الآن كنتحدثوا على أفراد. أكيد طبيعة الحال أكيد يعني جمهور هذا الملف يعني وصلوا حتى درجة من الوعي من باش أنه يفصل ما بين الأفراد وما بين المناصب بطبيعة الحال. والشعب المغربي عامة بدأ يعني كيتشبع بهذه المسألة هذه ديال أنه كيعزل فساد الأفراد على المؤسسات وعلى يعني الوظائف والسلطات. على أي إخواني أخواتي تبقى بأن يعني الملف هو الآن قائم في هذه المستجدات أيضا ديال ظهورات الشخص الهاكر اللي قام يعني بتسريب مجموعة ديال المكالمات اللي جمعته مع ابتسام وأيضا مع ابنة الكولونيل الصغرى. معلومات يعني ملف حي، ملف اللي متحرك في إشارة يمكن نقوله هذا رد على أي واحد يعني يدعي من جهة أخرى على أساس أن هذا الملف غادي يمشي للحفظ. فهذا الملف هذا متحرك، وخير مثال هو الشيء اللي كنشهدوه أكيد كما قلت بخصوص هذا الشرطي ولا هذا البوليسي. أكيد ستملأ في حقه مذكرة بحث دولية، وغادي يجي كيف ما شفنا يعني مجموعة الأشخاص آخرين، وأكيد يعني البراءة هي قرينة كل المتهمين. إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، والله يحفظ البلاد هذه من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.